تستأنف اليوم الحكومة التايلاندية والمعارضة مباحثاتهما لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد جراء احتجاجات المعارضة المستمرة منذ ما يزيد على أسبوعين. كان اللقاء الذي عقد الأحد بين رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا وقادة الاحتجاج واستمر 3 ساعات قد انتهى دون أي نتيجة. من جانبهم أكد زعماء المعارضة تمسكهم بمطالبهم الأساسية وهي حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة تحدد من يقود البلاد خلال المرحلة المقبلة.